لك شو صرك يا علي؟ نحن شو خصنا؟ مختار هنك انت، يا بيطلع ابن المرأة الحرق المستودعات بالمنيح، يا وين بطلعوا بالأبيح. وهاي على سمع الكل، اللي بجرب يدق بالمعلم جبيل دق بهالرعبة. شوفوها منيح يا ابني، والله نحن مش قبلانين باللي صار. اللي احترمت كانوا من رزقنا اللي احترم. حكي مش لك يا ابو احمد، معناتها روقها ما بقى تولعها. نحن كلنا معك. نار ولعت وقبت اب يا مختار، ما بيطفيها غير دم الولعه. روح. ما فينا نبعت الشباب كلهم سوا، كلكم ساعة اثنين ثلاثة بياخذوا طريق شكل. بس بنخاف يعلقوا بايديهم. راح طمن، عندي شباب سجلات ونظيفة، يعني ما حدا له محكة معهم بنام. والله ما كان في داعي، كنت أنا طلعت واتقصت. شو بك يا أبو علي؟ هاد شغلة ما فيها مزح بنام. لك المذكرة جاية على جبل بالاسم. حتى لو كان يا أبو علي، أنت كل الدنيا بتعرف شو أنت. يعني هذا الكمين ما حدا اللي الله خلقه بيعرف شو اللي ناطرنا فيه. ايه بس اسمع انت ما قصرت، وبعد هالعمر هذا كلياته بدي اجربك لحتى اعرفك. شو القصه؟ محراس اكثر مني على الطلعه انت. شو هذا؟ صاير شيء بغيابي وانا ما بعرفه؟ لا يا جابل، شو بده يكون صاير يعني؟ ابو علي عينك بعيني لشو؟ ابو علي اعمل معروف، تركنا لحالنا شوي. معناته صاير في. اسمعي ابو سلطان، واضح انه غيابك ترك فراغ ما حدا بيعبي غيرك. انت شايف كيف بلشت المشاكل؟ نحن كلنا قلقانين عليك وعم نسعى ترجع مطرحك. ايه بس عيونه لابو علي ما عم يحكوا هيك. لا يا زلمه، بكون خايف على ابنه مش اكثر. خلينا فيك أنا. مهم هلا ترجع بأسرع وقت. لك مشاكل الهيبة ما حدا بحلها غيرك. إن شاء الله لهلا لبكرة أكتر حد ببين معنا كل شيء.